بجدد التحيه بيك يا كابتن فاروق، ايضا معايا في هذه اللحظات كابتن احمد ايوب المدرب العام للنادي الاهلي. كابتن ايوب ببارك لك على الفوز ده، فوز جيد جدا وفوز مهم مع نهايه المباراه. تقييمك طبعا لاداء لاعبي النادي الاهلي النهارده؟ الشيكه بس والوقفه وال... ايه يا عم حبيبي يا كابتن. طبعا الحمد لله، مبروك للعيبه وللجهاز، فوز اكيد صعب، بتلعب فرقه طبعا فرقه تقيله، كمان هي المنافس المباشر ليك في الدوري دلوقتي، هي اللي وراك في اقرب حد ليك في البونت، فانك تكسب وتاخد ثلاث نقط انت طبعا اكيد بتعطلها، تطلع انت قدام كمان خطوتين ثلاثه ولسه ليك مباراه مؤجله، فكان المكسب النهارده يعني مهم بالنسبه لنا، ثلاث نقط مهمين جدا جدا. يمكن مسابقه الدوري خلاص احنا دخلنا الدور الثاني وبدانا نشتغل، خلاص المراحل اللي قبل الاخيره من الدوري، كل ثلاث نقط دلوقتي غاليين جدا جدا لكل الفرق يعني. فالحمد لله النهارده على المكسب، وبشكر اللعيبه على مجهودهم الفتره الاخيره، ضغط مباريات كتير، تعب ومجهود كبير، ولكن الحمد لله الناس النهارده يمكن برضو ما استعجلناش في المباراه، الفوز جه متاخر ولكنه في النهايه هو جه وخد ثلاث نقاط وده المهم يعني. قتال لحد اخر ثانيه يا كابتن ايوب، ده سمه من سمات النادي الاهلي. والله الحمد لله يعني ما ينفعش نفقد الامل، انت بتحاول وبتجتهد وبتشتغل لاخر لحظه، طول ما في وقت ممكن تحرز اهداف وممكن تكسب، يمكن في مباريات بنوفق في مباريات ما بنوفقش، ولكن اهم حاجه انك تحاول وتشتغل ويبقى عندك الاصرار انك ممكن تكسب في اي وقت. الاهلي حسم الدوري او قرب يحسم الدوري، انا بس قاصد اسال السؤال ده عشان انقل لجمهور النادي الاهلي ثقافه الجهاز الفني واللاعبين. هل النادي الاهلي قرب يحسم الدوري يا كابتن ايوب؟ لا، النادي الاهلي لا حسم الدوري ولا قرب يحسم الدوري، لسه يعني عندنا دور تاني كامل، في متغيرات مش عاوزين نتفاجئ بيها، الهم بالنسبه لنا ده يعني انا مش عاوز ابص لده دلوقتي يا امير، يعني خلينا نفكر بس مرحله مرحله، كل ماتش بماتش وتاخد هدفك منه وتاخد ثلاث نقط، وبعد كده نشوف الامور والظروف هتاخدنا لفين. احنا طبعا اكيد عاوزين نكسب الدوري، بنفكر ان احنا نكسب الدوري، مش عشان نكسب الدوري، ولكن ما ينفعش افكر انا واقول ان انا كسبت الدوري دلوقتي وده وصل للعيت، انا ما كسبتش ما خدتش بطوله، لسه درع في اتحاد الكوره، انا بشتغل عشان اخده يعني واجيبه النادي الجزيره للاهلي يعني ان شاء الله. فور كابتن، شكرا يا امير.